نتابع أمامكم بالعين المجردة الاستعداد الذي يأتي من هذه اللحظات الجميلة. نتمنى للجميع المشاركين التوفيق المستمر والحظ الأوفر. الذي لم يحظ الحظ بهذه اللحظات المتميزة على بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق الشوط الأول، انطلق هذا الشوط، الشوط الأول خصص له عبارة عن سيارة لفيت الذكور. نسير بمتابعة هذا الشوط، نتعرف إلى هذه الأسماء المتميزة بعالم الإنجاز الأول. نتابع الانطلاق الأول بقيادة جمعة بن خاطر الجنيبي، ولكن هناك مع المركز الأول يتسلل ياتي ناصر بن عبيد بن راشد الاكتبي، يتولى الانطلاق الأول، يقود الإنجاز الأول. النقلة التالية عندك جابر بن عوض بن جابر المنصوري، يطالب بسويتش السيارة. أما المركز الثالث، الله، وصول قوي للغاية. يلا يا حمد يا بن حمدان يا المهيري الذي على المسار الثالث، نكتفي بالثلاث الأوائل، ولكن العودة إلى مفر الإنجاز، العودة إلى الصدارة. الله، يا سلام، روح يا أبو عبيد روح، سويتش السيارة، ينتظر الفائز الأول. وهنيئا لك، ستصافح يا سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد، هنيئا لك على هذا التحدي الكبير والجميل، على الاندفاع الأول، على الابتعاد الأول. ناصر بن عبيد بن راشد الاكتبي، ولكن مركزنا الثاني، أوبا با 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 با. ارصد عامر رقم 13، الله الله الله، وصول أنا قوي للغاية، وصول قوي للغاية. حمد بن حمدان بن محمد المهيري والمركز الثالث، يا سلام عليك يا ابو عوض، جابر بن عوض هناك المنصوري، ولكن العودة، العودة الى الصدارة، راقب للصدارة. ما شاء الله، انفراد مبكرا، ابتعاد كلي، راقب المشاركين. يا الله، يا سلام، يا سلام، يا سلام، عودة، عودة، عودة الى الصدارة، راقب لاشعار ابو عبيد على الصدارة. ناصر بن عبيد بن راشد الاكتبي، روح مع الانجاز الاول، روح يا زعفران، اسم زعفران على الصداره، وبالفعل ينال الزعفران والتتويج. ولكن مركزنا الثاني، مركزنا حامل رقم 7، غادم ما يبنى الطاري، متعب بن حارب بن جمعه البلوشي على المركز الثاني. اما المركز الثالث، اوبا با 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 با. قدوم قوي للغايه، ارصد ارصد ارصد، حمد بن حمدان المهيري، ولكن اقتربنا يا جماعه، اقتربنا من خط خط النهايه. اسويك، اسويك السيارة، الله، يا سلام، منذ البداية الانطلاق زعفران مصر، زعفران مصر. ناصر بن عبيد بن راشد الاكتبي يقترب إلى خط النهاية، يقترب من التتويج، يقترب من الناموس. لحظات الوصول، تهانينا بالمركز الأول ناصر بن عبيد بن راشد الاكتبي، المركز الثاني تهانينا والناموس لحمد بن حمدان المهيري، المركز الثالث كان عن طريق التهاني والناموس لمتعب بن حارب بن جمعة البلوشي. تهانينا والناموس لجميع المشاركين، وهنيئا لك، هنيئا لك يا أبو عبيد على هذه الإبداعات الكبيرة، على هذا الإنجاز، على مستوى هذه الرياضة المتميزة.